جهد كان مبذول، اختزل في مباراة واحدة، خسرنا الكثير في هالموسم هذا من بطولات كنا نستحق أن نحصل على جزء، لكن أمر الله سبحانه وتعالى رضينا بما كتب الله لنا. الحمد لله وصلنا إلى نهاية لم نحقق حتى لحظة هذه أي إنجاز، والوصول ما في شك هو شرف للجميع بالسلام على مولاي خادم الحرمين الشريفين، لكن بالنسبة لنا كناس مسؤولة كان عندنا طموح وعندنا هدف وعندنا هم وعندنا تارجت لا نخرج من هالموسم إلا ببطولة. أسأل الله سبحانه وتعالى الله يكرمنا. أتصور هي بحد ذاتها مباراة الكل حيكون إن شاء الله حاضر، فاينل ديربي له عدة اعتبارات، بإذن الله إن شاء الله تكون إن شاء الله. يجب العمل ما يختزل في فهد، العمل هو عمل تكامل من مدرب جهاز فني وجهاز إداري. الجمهور هذا يستحق منا الكثير، يستحق منا التضحية، يستحق منا نحن إن شاء الله نقدم له شيء بسيط. أسأل الله أن الله يكرمنا وإياهم بهالتتويج إن شاء الله، يكون ختام مسك بالنسبة لنا جميعا إن شاء الله.